نقطة لازم أتكلم، يعني أنا آسف إن أنا بتكلم فيها بس أنا بعتبركم زي عيلتي. أنا خلصت كلية الطب 2001، 2007 خدت الماجستير، 2013 خدت الدكتوراه من جامعة الأزهر طب شرع وسموم إكلينيكية. جيت هنا أوروبا قعدت سنتين ما بشتغلش عشان بعدل الشهادات بتاعتي. أثناء ده درست التغذية، خدت دبلوم التغذية وخدت دبلومة بوست تروماتيك أدابتيشن اللي هو حاجة في علم النفس إن أنا خايف ما بعد الصدمات، وخدت دبلومة ديجيتال ماركتينج عشان كنت فتحت الشركة. انا ليه بقول الكلام ده كله؟ عشان بس في ناس بيجي تكلمني بيقول هو حضرتك دكتور اصلي الاكسنت بتاعت الانجليش بتاعتك مش كويسة. انا اللي خلاني ادرس ده كله كان ممكن اقعد 6 شهور او خلي فكرة انا واخد التويفل، ممنوع في جامعة الازهر تاخد الدكتوراه لما تعدي التويفل، فانا معدي التويفل وبتكلم انجليزي والماني وروماني وطبعا العربي اللغة وبفهم روسي. مش هقضي شهر او شهرين اتعلم الاكسنت لانها مش لغتي. انتوا ليه لما الفرنساوي بيتكلم انجليزي او لما الامريكاني يتكلم عربي مكسر ما تفهموش تقولوا الله ده بيتكلم عربي؟ ليه الدونية دي اللي حاسينها وان احنا حاسين ان احنا لازم نتكلم الاجانب بلكنة الاجانب والناس تدفع انها لازم تطلع الاكسنت؟ انا ليه اكسنت؟ انا مش اجنبي عشان الاكسنت تبقى اجنبي. دي رسالة للناس اللي بتقولوا الاكسنت بتاعتك مش هصلح الاكسنت، انا عربي. حضرتك حاسبني لو بقول بدل الدال ضاد او الضاد دال، دي لغتي. ان انا ما بعرفش، الناس اللي بتتكلم دي ما بتعرفش تقرا قران، بتغلط في انعمت وانعمت عليهم في الفتحة. حاسبني على مخارج حروف العربي ضاد والذال والزين والسين، انما تحاسبني على الاكسنت الانجليش هعيش كده واموت كده وعمري ما هو الجرامر واوتلت وانلت انا عربي ومخارج عربي والاجانب بيحبوني وبيقولي يكشفوا عندي عشان علمي مش عشان مخارج حروفي. عشان الناس اللي حاسه بالوضعيه قوي ان احنا دونيه قوي العرب لازم يتكلموا اكسنت اجنبي. انا هقفل الموضوع تاني. لو انت عايز اكسنت كويسه مش انا، روح اتعلم في حته ثانيه او اسمع من واحد تاني. قبل ما اقفل كلمه لاحبابي عائله فكر تاني، طبعا انا خلصت كده موضوع النحافه، اللي عايز يقفل شكرا، اللي عايز يكمل معايا 3-4 دقايق انا سعيد ان هو يفضل معايا. ناس انا جات لي عروض ان انا اقدم في برامج، جات لي عروض ان انا اعمل لمنتجات. انا لازم اوضح النقطه في الكواليس، انا برفض اي عرض ان انا اقدم لكم منتج. انا هرفض وما زال هرفض ان انا اطلع في اي تلفزيون الا بشرطين، اكون انا المنتج منتج البرنامج، انما ان انا اعرض سلعه او اعمل لها دعايه لا يمكن هتحصل. ليه؟ انا ايه اللي بيخليني انا دكتور واكلم الشاب الصغير في الحريه الماليه؟ ايه اللي بيخليني دكتور اتكلم في ازاي تغير عقلك؟ ما تخليك يا دكتور في اكل عيشك وشغلتك انك طبيب. انا مش رسالتي ان انا طبيب في اطباء كتير، انا رسالتي ان اوصل للجيل الجديد درس اتعلمناه من العصافير. العصفورة لو انت اديتها اللقمة هتسيبك وتطير مش هتاخد اللقمة. ليه؟ لان حريتها اهم من الاكل او اكل العيش. عشان كده انا عمري ما هعمل سبونسر لحد، ولا عمري ما هعرض منتج في برنامج ده والحلقه دي هتتسجل ولو وصلت 10 مليون مش هعمل سبونسر لحد، لان بحب اتكلم من دماغي بحريه. محدش يقول لي قول عن ده واشرح ده واعمل ده. وكذلك في التلفزيون، لو انا ما انتجتش البرنامج في منتج وفي معد وفي ناس عايزه تعمل اعلانات فتتكلم على ده. حريتك يا شاب يا صغير هي حياتك. انا احد الاسباب اني سبت البلاد العربي ان الحريات عندنا صعبة، ما ينفعش تقول رأيك. لو انت مضاد لشيء معين تبقى عدو، ما ينفعش. حتى الالحاد هنا محترم، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. حتى انت ملحد خلاص انت ماليش دعوة بيك، ما اذكش، ابعد عنك، دي حريتي انا كمان. ما بقاش صاحبك ان حر، بس احترمك وتحترمني. فالحرية يا شباب يا صغير، والله لو قناتي دي كلها ما اديتش رسالة للشباب الصغيرين اللي حاجة واحدة، حريتك اهم شيء في الكون، لان احنا ربنا خلقنا احرار. اي حد يفرض عليه رأيك، يفرض عليك رأيه، اي حد يحاول يكتم رأيك، انت في المكان الغلط. لو مش قادر تغير انشر للجيل اللي بعدك الحرية. مهمة جدا الحرية المالية، لو معاك فلوسك محدش هيتسيطر عليك، لو معاك حرية العلم محدش هيسيطر عليك، لو معاك قوة الشخصية محدش هيسيطر عليك، لو في مكان محترم الحريات محدش هيسيطر عليك.
الحرية ثم الحرية يا شباب أهم من أي شيء. عايز كلمة كده ما بيني وبين عائلة فكر تاني. أولا أنا مش مخترع، أنا مش مجدد، أنا مش عبقري، أنا مش فلزة زماني وفلتة عصري، أنا واحد بالظبط. الكلام اللي أنا بقوله ده كله موجود في كل الكتب، موجود في كل الأبحاث الجديدة، موجود في كل حتة في العالم. أنا كل اللي بعمله بذاكر وعندي معلومات فببسطها بقولها للناس عشان محدش يديني أعلى من قدري، ومحدش يستغرب يقوله ما الدكتور الفلاني قال كذا. طب ما هو يعني عيب إنه يقول كده؟ ما طبعا، وأنا بقول سر، وأنا بقول وأنا اخترعت الذرة، أنا بقول الكلام ده بتاعي، أنا الكلام ده مش بتاعي خالص، ولا اخترعت فيه كلمة ولا زودت من عندي كلمة. أنا ناقل، أنا بذاكر وعارف العلم وبحب أقرأ كتير وبحب أذاكر كتير، وإنتوا حضراتكو عندكو أشغالكو وعندكو عيالكو وعندكو انشغالاتكو، فتقعد معايا ساعة على ربع على نص ساعة وأجيب لك كل اللي أنا ذكرته في السنين العشر سنين والخمسة سنة اللي فاتوا، أبقى وسطه لك بطريقة بسيطة. فكون إن دكتور تاني اتكلم خلاص، ما ده طبيعي، ما إحنا مش أسرار. كون إن دكتور تاني بيعرض في كلامي علم لعلم، أنا عندي علم هو عنده علم، وممكن الاتنين يبقوا صح. في ناس قللت الكربوهيدرات وخفت من السكر، وناس عملت كيتو زودت الدهون وخست من السكر، وناس مشوا نباتيين وخفوا من السكر. اقول ده غلط ولا ده غلط؟ كل جسم له طبيعته وكل واحد ليه منظور بيبص منه. فيعني عشان ما حدش يديني اكبر من قدري، يعني دي مش دي حقيقه، انا مجرد موصل للمعلومات اللي موجوده في كل العالم بس، انا ليس مخترع وما جبتش بحاجه جديده. شكرا ان انتوا كملتوا معايا لاخر الحلقه. الكلمه اللي بيني وبينكم يعني كذا رساله جات لي، لو سمحت ما تدخلش الدين في العلم، لو سمحت ما تدخلش الدين في العلم، الدين ده سبب تخلفنا. بصوا انا متحضر وبحترم كل الناس، انت عايز تبقى ملحد الحد، ربنا يعني ربنا لا يحاسب. انا عايز ابقى مسلم انا حر، انت عايز تبقى مسيحي انت لك كل الاحترام والتقدير، انت بني عندي انسان. بس انا بحترم ان انت ملحد، انت تحترم ان انا مسلم وطبيب مسلم، رجعيتي او مرجعيتي الاسلام، انا طب ازهر. انما نقطه ان انا ما دخلش الدين، لا الدين معلش الدين دخل في كل حاجه، لان احنا اصلا في دنيا والدنيا دي اختبار للاخره. انا ديني بيقول كده، ان احنا في فتره معينه بنعمل حاجات وربنا هيحاسبنا عليها كلها لما نروح الجزء الثاني من الحياه الاخره. فانا ما ينفعش انزع في تيل الدين، يعني مش هدخل الدين في العلم، بس لازم هتبقى مرجعيتي دينية، لأن أنا طبيب مسلم، أنا مش طبيب عربي، العروبة لا تهمني، الإسلام هو اللي يهمني. لأن يعني كده أكره الإندونيسي، أكره الموريتاني، ولا أكره الـ 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 الأمريكان المسلم؟ لا، يعني أنا كل المسلمين في العالم إخواتي ومرجعيتي ليهم، وطبعا جميع الأديان، واللي ما عندوش دين احترام ده إنسان كإنسان. إنما هتتدخل تقول لي ما تتكلمش، ما تدخلش موضوع في الدين، خليك مهني، أو تتكلم تقول ده الدين سبب التخلف، سوري يعني أنا بحترمك، أنت احترم كلامي. مش عاجبك في مليون قناة بيتكلموا في حاجات من غير دين أو بيدخلوش الدين، إنما أنا في ميكس كده كل كلامي علمي 100%، لأن إحنا أمة اقرأ، أول كلمة في كتابنا اسمها اقرأ، يعني تعلم، خد علم. بس من وقت لآخر لازم أخد أمثلة دينية، غير كده ده أنا أسلوبي ومش هغيره. أنا يعني الناس اللي متابعاني لا أهتم إن أنا أغير أسلوبي عشان أعجب حد. النقطة الثالثة، إحنا حاطين على الكمبيوتر حاجات إحنا اللي مخترعينها وللأسف ما بنستخدمهاش معاه. أنا بستخدمها ومريح دماغي. إيه؟ عارفين كان في زرار في الكمبيوتر يا ريت نحطهم في حياتنا؟ اول حاجه زرار شيفت ديليت او البلوك في الموبايل، احنا اللي عملنا فكره البلوك. اعمل بلوك لاي حد يقلل من قيمتك، اعمل بلوك لاي حد مش ما بيجريش وراك ومش عارف قيمه وقتك وقيمه قيمتك كبني ادم، اعمل بلوك لاي حد بيستهزئ باحلامك، اعمل بلوك باي حد بيقلل من طموحاتك، اعمل بلوك من اي حد بيضيع وقتك، اعمل بلوك بلوك. يا سلام، ده انا يعني انا مثلا ناس كتيره بيجيبوا لي يعني تعليقات، مثلا تخيلوا ان اتقال عليا نصاب كتير قوي، يعني انا ابقى اقول له لا انا زمان انا مش نصاب، انا وانا دلوقتي بعمل ايه؟ تك بلوك بس خالص. دي واحد يقول لي ايه ده انت ما بتناقشش ليه؟ انت راجعي؟ اقول له ده عشان راحة بالي وسلام النفسي، ده انا مش راجعي، ده انا سايب جاسي يعني في الكهف وركنين الحصان بره وبنلبس جلد الماعز، انا متخلف وراجعي. راحة بالك لا يساويها شيء. حد يقول لك ناقشني، اناقش مين يا حاج؟ انا
سلام النفس يا باشمهندس. السؤال الثاني، القولون والميكروبيوم. يا دكتور انت قلت في حلقة الميكروبيوم لازم ناكل خضار والالياف كويسة، رحت في حلقة القولون قلت ما تاكلوش خضار وده ممكن يعمل امساك، لخبطتنا يا دكتور. هل يعقل أيها الإخوة الأعزاء أكلم مريض وصحيح نفس الكلام؟ هل ينفع أكلم واحد له كارب زي الكيتوجينيك؟ هل يعقل أكلم واحد لسه بدي رجيم زي واحد بقاله 6 شهور؟ هل يعقل أكلم واحدة حامل زي واحدة عندها 70 سنة؟ إيه؟ يعني ما كناش دخلنا كلية الطب ودرسنا سنين عشان نكلم كل واحد، لو هنكلم كل الناس نفس الكلام على كل الأمراض ما ينفعش اكلمي. عشان كده انتوا الناس اللي بتقولي كلامك متناقض. متناقض ايه؟ دي كانت حلقه القولون ودي حلقه الميكروبيوم الناس السليمه، دي حلقه بتكلم على الغده الدرقيه ودي بتكلم على زياده اليود. الناس اللي بتقولي حضرتك مش قلت اليود مش ناقص، جاي تعمل حلقه ان اليود بيرقص ويعمل مصايب. هو انا قلت في الغده الدرقيه ما تخافوش اليود موجود، فمش كل حاجه الغده الدرقيه سببها ان مفيش يود. لا، بص للمراره بتاعتك، بص للغده الكظريه، بص لاكلك اللو كالوريز بتاعتك، السعرات الحراريه، ما تبصش لليود. انما جيت في حلقه اليود قلت اليود بينقص اللي بعيد عن البحر اللي ما بياكلش محاريات، فما تلتبسوش. يا اما انت ما شفتش حلقه، يا اما انت مش متخيل ان انا كلامي لكل واحد غير التاني. ده طبيعي، اللي ضغطه واطي غير اللي ضغطه عالي. انا بقول للاتنين عكس، نفس الوجبه عكس بعض، دي قهوه مضره مثلا ودي قهوه سليمه، دي تاكل ملح وهنا ما تاكلش ملح. فارجوكم محدش يقول انت بتناقض نفسك، ولكن لكل مقام مقال. يعني بالعقل اظن دي واضحه، انا مش شايف فيها لبس خالص. تاني حاجه، الناس اللي بتقول لي ازاي يا دكتور تقول لي الناس ما تشربوش لبن وتقول لهم خدوا زبده؟ الزبده ما فيهاش لاكتوز، الزبده ما فيهاش بروتين، فيها التخمر او فيها البكتيريا تخمرت تماما، ففيها دهون عاليه جدا، فيها البكتيريا كلت اللاكتوز، فانا ما عنديش مشاكل اللبن خالص. يعني ده حاجه تانية خالص. الزبده اوكي منها، بس انتوا بالظبط بتتكلموا الخمره والعنب، دي مش هما الاثنين واحد؟ لا، بس دي تغير خالص، صفات تغيرت خالص، مر على مراحل تانية خالص. فما فيش يعني وجه شبه بين اللبن المضر، وهعيش واموت اقول اللبن مضر، اللبن البقري، والزبدة من انفع الاكلات اللي في العالم. باسم يوسف، انت عملت السلسلة الاخيرة عشان ترد على باسم يوسف؟ يعني انا صريح، انا ما يهمنيش حد على فكرة. بصوا، انا اللي يهمني باسم يوسف، ولا يهمني قناه الدكتور اللي قال اتكلمت عليا بالخير او بالشر، او بيكلم ان في حد نشر عني كلام، انا ما يهمنيش اي حد. وراجعوا حلقات يعني شفت وديليت وكبر دماغك، واللي بيقول لي انت كويس زي اللي بيقول لي انت 60 وحش، الاثنين سيان عندي. انا كل اللي يهمني عائله فكر تاني، انا ربنا هيسالني عن عائله فكر تاني، انا ربنا هيسالني على الناس اللي قفلوا ودانهم للناس التانية وجم فتحوا لي ودانهم، ربنا هيسألني. فأنا لازم أوصل الحقيقة، مش الحقيقة من وجهة نظري، من اللي أنا مقتنعها، من اللي أنا بقولها لأبويا وأمي. يعني أنا اللي بقوله لكم بقوله لوالدي ووالدتي. فأظن أنا مش هخدع، مش زي الناس بتقول أنت طالع بشكلك بتبيع حاجة، ولا مش عارف قابض من حاجة. أنا قابض من جزار عايز يبيع لحمه كتير، ويعني كنت متخانق مع واحد مزارع بيكره الزرع. ايه الكلام الفارغ ده؟ المهم، فانا يهمني عائله فكر تاني، انا يهمني يوصل لكم العلم. انا ما اجبرتش واحد يبقى كيتو، واحد يسيب النباتات، واحد يتخن ويشرب بيبسي ويشرب سجاير ويضرب مخدرات. انا مالي، انا بدي النصيحه لوجه الله، وانت خدها، فكر، اعقلها، جربها، اسمع جسمك، افهم مرضك، نفذ او ما تنفذ حاجه ليك، بس انا اديت الامانه، انا علي اوصل، وانتوا عليكم تستقبلوا او تقولوا ده كلام فارغ وخلاص. ماشي؟ فانا مش عامل ضد باسم يوسف ولا عامل ضد حد، انا بوضح لعائله فكر تاني اللي انا شايفه صح، اللي انا بحثت عليه، اللي اكثر الدكاتره اللي بيفهموا في العالم قالوا ان الكلام ده صح. تمام؟ ده هيحل مشاكل كتير. آمن بنفسك يا شباب يا صغير. أنا في يوم من الأيام لما جيت هنا قعدت سنتين ما بشتغلش، اشتغلت في مصنع جزارة، قطع يعني بدبح فراخ، بروح بدبح يومين فراخ وبقعد بقية الأسبوع راح، لأن شغل مجهد جدا، بتقف من 5 الصبح ل5 بعد الظهر على رجلك.
فبيدونا يومين بس شغل. فمراتي كانت تدخل عليا، كنت قاعد في بيت بابا ومامتها في اوضتهم، قعدت في اوضه 3 سنين في اوضه بابا ومامتهم في بيتهم، كانت تقول لي هو انت ما بتزهقش قاعد كده طول النهار على السرير ماسك الموبايل؟ كنت بسمع فيديو يوتيوب طول النهار وكورسات. هو انت يعني ما بتتعبش من الراحه دي؟ قلت لها اصبري والله العظيم وحياة بنتي هذا حدث، قلت لها اصبري هيجي وقت من الايام مش هتعرفي تشوفيني فيه من كتر الشغل. بعد الموضوع ده بخمس اربع سنين قالت لي فاكر اليوم ده؟ قلت لها اه فاكره. انت دلوقتي ما بتقعدش في البيت يعني، يا سفر يا كورسات يا نت يا عياده يا مؤتمرات اي. فقلت لها فاكر، انا كنت عارف، لان انا كنت مؤمن بنفسي، انا مؤمن ان البذره بتنزل تحت الارض تقعد فتره قبل ما تبقى شجره كبيره، وكل ما قعدت تحت اكتر كل ما الشجره بقى جذرها اكبر وتعلى فوق قوي قوي في السماء. الناس اللي بتقول دلوقتي انت خدت جالك 200,000 سبسكرايبرز في كام في شهرين، ماشي، بس انا بستعد من لست سنين بالعلم اللي عندي، خمس سنين ازاي اكلم الناس، خمس سنين ازاي ارتب الافكار، خمس سنين ان انا ابسط المعلومه، خمس سنين ادرس طب. فانت الخمس سنين دول بان نتيجتهم في شهرين. لو انت ما بنيتش نفسك، لو انت ما تعبتش تحت الارض ساعه ما حدش شايفك، ساعه ما حدش مؤمن بيك، ساعه ما الناس بتتريق على احلامك، عمرك ما هتبقى توصل لهدف كبير، لان انت ما بنتش، ما رميتش الجذر صح. الجذر محدش هيشوفه. انا ما باكلش جذر اي فاكهه ولا اي خضار، انا باكل الثمره. الناس تهمها الثمره، محدش هيقف معاك طول ما انت ثمرتك ما بنتش، طول ما انت لسه بتحفر في الارض محدش هيهتم بيك، طول ما انت بتحفر تحت الارض محدش هيهتم وهيتريقوا عليك. لما تبقى شجره كبيره كله هيقول لك عاي الله الثمره دي جميله. طب وحضرتك كنت فين لما كنت تحت الارض؟ لما كنت جذر من غير ثمر، لما كنت جذع من غير ثمر، لما كنت ورق بس، محدش هيقف ومحدش هيطلب الفاكهه بتاعتك. وده مش عيب، وما تتعبش، ما تزعلش، عشان كده دي طبيعه الكون، دي طبيعه الحياه. الناس مالها ومال احلامك وطموحاتك وزهقك وتعبك ويأسك وفشلك، مالهم هم؟ انت ده هو لما انت تنجح حد هيجي يشاركك يقول اديني؟ فانت بتنجح لوحدك، فلما تفشل هتفشل لوحدك. فده الهدف التاني من قناة فكر تاني. اي مشكلة ليها حل، اوعى تيأس. لو عندك 70 سنة ممكن تغير صحتك، ممكن تغير مستواك المادي، ممكن تغير علاقاتك الاجتماعية، اي حاجة ممكن تتغير. ثالث نقطة، ودي ناس بتعترض عليها، ربط الدين بالحياة اليومية. احنا شئنا او ابينا هنرجع لربنا في يوم من الايام، فانت كل اللي بتعمله انت في امتحان، كل اللي بيتعمل دلوقتي في شنطة على ظهرك، مفيش حاجة بتروح، الغلط والحلو كله على شنطة على ظهرك. فمحدش يقول لي افصل الدين على العلم، ما هو العلم لو استغلته في معرفة الناس وفي رضا ربنا هكسب، ليه ما استغلوش ليه في الدين؟ ليه؟ ما ابعد الدين عن العلم. العلم فوق راسي، بس لازم يبقى ليه قاعدة دينية. ودي احد الحاجات اللي هقولها، اسمحوا لي يعني اطول عليكم. البلح اللي الناس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوصي بسبع بلحات، معاك انا ما اقدرش اتكلم سبع بلحات، انما حد يجي يقول لي انا عايز امشي على السنه دي هقول له ماشي. يعني انت اللي بتقول لي عاوز افطر سبع بلحات، هو انت بتقيم الليل؟ هو انت بتقرا جزء كل يوم؟ هو انت بتصوم يومين في الاسبوع؟ هو انت بتعمل زياره اقارب وصله رحم واللي بيقطعك بتصله؟ هو انت بتحافظ على السنن كلها؟ لا. لو انت جاوب نفسك لو اه يبقى انت صح، كلمني على البلح. انما تتكلم على سنه النبي في الاكل والشرب، ده اسمه فجع، اسف، ده اسمه بطن، ده اسمه شهوه بطن، بتكيف احاديث النبي عشان انا بحب البلح. فانت ما تجيش تقول لي تسيب سنة النبي العظيمة اللي تغير الكون وتكلمني في بلح. ما انت مشيتش 10 سنين بتاكل شيبسي وبيبسي وهمبرجر وعندك دهون على الكبد وجالك سكر وجالك ضغط وتقول لي اصلي امشي على سنة النبي. ما انت كان من الاول سنة النبي للناس الصحاح، اصحى زي النبي قبل الفجر، نام بعد زي النبي بعد العشاء، اقعد 3-4 ايام من غير اكل، ما كانش بيقعد على كنبه قدام التلفزيون، وما كانش بيركب عربيات، عيش عيشة النبي. اصلا مش هتسمع قناتي ومش مش هتدور اكل بلح ولا لا، لان صحتك هتبقى حديد. ده انت مش تاكل بلح، ده انت تاكل النخل الشجر، عارف ان الخشب هتاكله، لان صحه اللي عايشين في الصحراء يابا. فانت محدش يجي يقول لي السنه بتاعت النبي سبع بلحات، امشي على كل السنه وبعدين كلمني على ده. صلح اللي انت عملته بمخالفه الدين الاسلامي وتعاليم الصحه في الدين الاسلامي وبعدين كلمني على السنن.
يبقى كده حته قفلتها عشان دي كانت حرقاني قوي قوي قوي، والتلبينه وكل اللي النبي يوصل. وعلى فكره اتقوا الابيضين ده مش حديث، ده مكذوب، النبي ما قالش بعيده عن السكر والملح، كذب، حديث مكذوب. ارجع للنقطه الاخيره، الدين مهم في حياتنا سواء شئت ام ابيت. انت مش مؤمن، انت مش لا ديني، انا دي قناتي وده فكري. بتروحش البيت بتجيش تزورني في الصالون وتقول لي حضرتك شيل الساعه دي حطها هنا، الكنبه دي ادمت يا راي الشيل، محدش بيعمل كده في بيت حد. فدي قناتي انا، بنشر اخر الابحاث عشان تعرف حالتك مش عشان تغير دواك. انا برتب مخك باللي انا شفته في الحياه مش درسته في الكتب، باللي شفته في الحياه عشان تطلع من مشاكلك وتعيش حياه افضل. انا برجع الدين مهم في الحياه باتصاله بالعلم، ومش هسيب هذا. دي قناة فكر تاني، وده اللي يهمني في قناة فكر تاني، وده اللي انا هعيش عليه واموت عليه. اظن كده الرسالة واضحة للاطباء وغير الاطباء، مين كريم علي وايه قناة فكر تاني اللي طلعت لنا في المقدر الجديد دي، 250,000 في شهرين. من انت ايها الشاب العجوز؟ انا كريم علي وشكرا ليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. باي، سلام.